إن شاء الله في هذه الحصة سوف نتعرف على بعض الحالات التي يتواجد فيها الماء. أولا سنحدد معا تاريخ اليوم. البارحة يا أطفال الخميس، اليوم الجمعة، نعم غدا السبت. هنا 8 ماي 2020، وسأحدد معكم يا صغاري على اللوح. انظروا جيدا يا صغار، هذه هي أيام الأسبوع السبعة، الجمعة، قلت 8، وعندي هنا هذه هي الأعداد التي تمثل الشهر الميلادي، ونحن الآن في شهر ماي، هذه هي الشهور الميلادية، شهر ماي وهو خامس شهور الميلادية، ونحن الآن يا أطفال في فصل الربيع، ففصول السنة 4 كما تعلمون. أما بالنسبة لحالة الطقس يا أطفال فكما ترون على النافذة، الطقس الجو مشمس، أحسنتم يا أطفال. ربما ترون هذه الأدوات على الطاولة، هذا موقد وهذا إناء معدني. هذا الإناء المعدني سوف أضع به قليل من الماء. هنا الماء في أي حالة يوجد؟ الحالة السائلة. هنا الماء في الحالة السائلة، سأضع قليل من الماء هنا وسأشعل الموقد. انظروا جيدا، سأتركه قليلا، وأولا وقبل كل شيء سأذكركم بالحصة الماضية. في الحصة الماضية كنا قد وضعنا هذا الإناء بعدما وضعنا فيه الماء السائل، بعدما وضعنا السائل هنا وضعناه في المبرد وحصلنا على الماء في الحالة الصلبة. هذه بالنسبة للدرس الماضي. انظروا جيدا، انظروا يا صغاري هنا ماذا ترون؟ انظروا جيدا هنا ماذا ترون؟ تبخر. انظروا معي هذه التجربة يا أطفال الصغار،
هنا وهنا ملون غذائي لأتعرف على الذوبان. هذا ملون غذائي. انظروا جيدا يا صغاري كيف صار لون الماء، كيف صار لون الماء؟ صار لونه أصفر لأنه ذاب، لأن الملون الغذائي ذاب في الماء. وأيضا هنا وضعت قطعة سكر وسأضع عليها القليل من الماء. بعد تحريكها يا أطفال، بعد تحريكها جيدا لن يتبقى عندي هنا سكر. إذا يا صغار سأترك لكم هذا التمرين لإنجازه في البيوت. ستصلون كل مادة بالماء الذي ذابت فيه، مثلا هذه المادة التي لونها أحمر، هذا مثلا عصير رمان، هذا مثلا لون أخضر، هذا بن. أصلوا كل مادة بالمادة الذي ذابت فيه. الآن سأنتقل معكم يا صغاري إلى شكل هندسي. أولا انظروا إلى هذه الأشكال الهندسية هنا يا صغار، هذه دائرة، هذا بيضاوي مثلث دائرة، عفوا هذا قرص، هذا مستطيل، هذا مربع سداسي، مكعب، هلال، نجمة، معين، ثم قلب. الآن يا صغاري سأعرفكم على المستطيل. في هذه الحصة سنتعرف على المستطيل، هذا الشكل الذي يمكن أن نجده مثلا على اللوح. انظروا شكل لوح مستطيل، أو يا أطفال على الباب، انظروا إلى الباب جيدا، الباب شكله مستطيل. المستطيل يا صغار طوله لا يساوي عرضه، الطول لا يساوي العرض، هذا هو المستطيل يا أطفال. وسننتج بعض التمارين أيضا في الكتاب يا صغاري. انظروا جيدا هنا، سنلون المستطيلات فقط، لونوا المستطيلات فقط. وهنا في هذا التمرين الثاني سأكمل رسم المستطيلات، سأكملها فقط، صلوا بين هذه النقاط. ها قد أنهيت درسي لهذا اليوم يا صغاري، إلى حصة مقبلة. أتمنى أن تكونوا قد استفدتم من هذه التجارب، وإلى حصة مقبلة. أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه.